أعزائي مشاهدي طيبة في كل مكان، أسعد الله مساءكم دائما بالخيرات. من واحة السلام من محافظة الوديعة الجديد، ونحييكم في حكاية جديدة من حكاية الوحال. مشاهد، أهلا بك معنا في حكاية من حكايات الواحات، نحكيها من خلال المعلم الباحث والمهتم بتراث الواحات السيد إبراهيم خليل، وكيل وزارة الثقافة الأسبق بالوادي الجديد، والذي يسرد لنا حكاية تاريخ السينما في الوادي الجديد وواحات مصر الغربية، والتي بدأت مع ثورة 1952. بخير عليكم من محافظة الوديعة الجديد. النهاردة حكايتنا تحت عنوان السينما والواحات، ويسرنا أن يكون معنا واحد من الناس اللي هم اهتموا بتاريخ السينما، وهو مربي الأجيال الأستاذ إبراهيم خليل. أستاذ إبراهيم مساء الخير عليك ووحشتنا. كل سنة طيبين وأهلا وسهلا بيكم وبكل المصريين. أستاذ إبراهيم خليل، حضرتك واحد أنا بعتبرك شاهد عيان على تاريخ السينما والثقافة اللي بنحكيها النهاردة، عمرها أعتقد 80 سنة يعني، ولكن كلمني عن الثقافة وعن السينما في الواحات، خاصة أنه الثقافة أينما وجد نوع من الرقي، وجد نوع من السلوك الطيب والراقي في التعامل مع البشر. كلمني عن بدايات السينما في محافظة الوادي الجديد. أولا السينما من أسهل يعني أقرب وأسرع وسيلة ثقافية تصل للإنسان وفكر الإنسان. إحنا كنا محرومين في فترة من فترة، أنا مواليد 42، فكان مجتمع مغلق على نفسه وناس عايشة على سجيتها ويعني وبما تنتجه، عايشة على ما هو موجود داخل المحافظة من إنتاج. يعني الناس عايشة في حالها وفي ناسها وفي حالتها بحياتها الطبيعية، وحياة طبيعية ما فيهاش. واستمر الحال، احنا وصلنا في سن 5 ابتدائي، وبدأنا حسينا ان في ثورة قامت، ثورة 52، ثورة قامت في مصر، قام بها الجيش. كان من بدايات التعريف بالسينما هو وصول قوافل الشؤون المعنوية في القوات المسلحة في الجيش للوصول إلى المناطق الحدودية والمناطق المحرومة اللي ما شافتش السينما قبل كده ولا تعرفش حاجة عنها. وكانت أحد القوافل اللي وصلت للخارجة سنة 53، وكانت جت هنا قافلة بمعدات، طبعا مجموعة سيارات كبيرة من سيارات الجيش وجنرالية الكهرباء، مولد كهرباء كبير، وبدأوا يختاروا مكان في مدينة الخارجة لعرض هذه الأفلام. يعني كان في بيت في وسط ميدان الشعلة الحالي دلوقتي، ما فيش ميدان، في الأسوار الحديدية ودي كان في وسطها بيت ملك أحمد مغربي. هذا البيت كان مأجره لبعض الناس اللي هم نظرة المدرسة الابتدائية للبنات، وبعض المدرسين، وبعض أمين المحكمة اللذيسي برضو كان ساكن في أهل. أربع بيوت كانوا مقسمين بحذاء شارع السوق، اللي هو الشارع اللي دخل على السوق التجاري بحذاته، يعني محاذاته يعني.
وجت ونصبت اجهزتها وبدانا ينادوا المنادي ينادي على ان فيه مفيش ميكروفون مفيش ميكروفونات منادي نازل دار في البلد كلها لف ان فيه سينما ايه هي السينما الناس هتيجي تشوف الكلام الجديد ده اللي هيتعمل وبتاع وبدات الناس تتلم والوعاد على الارض مفيش كراسي ولا حاجه كل الارض مفروشه بني ادمين وجوم هم بدأوا طلبوا من الأشغال العسكرية كانت الأشغال العسكرية تابعة للسلاح الحدود الجيش برضو دهنوا البيت في خلفية البيت مش خلف مش من أمام جير أبيض أبيض عشان يبقى الشاش عشان ما يركبوا الشاشة ويجيبوا الشاشة كان معهم شاشة قماش بس ما تنفعش يدقوا ويشيلوا ويحطوا يعني كل يوم فبدأوا يعرضوا بدأنا نشاهد هذه السينما الشعاع اللي طالع وبنشوف الرئيس محمد نجيب وهو بيخطب واعضاء مجلس قياده الثوره كلها موجودين معاه وبعدين تحرك في بحري وجبلي في الوجه البحري ووجه الجبلي واستقبال الجماهير والمصريين لهذه كل ده مسجل وبيعرضوه علينا حتى ان انا ما كان بيبقى القطار متحرك وداخل وواجهه القطار احنا كنا بنجري خايفين للقطار خايف احسن القطر يخش يدوس يطلع من الشاشه ويدخل في النهر يعني من حاجات الغريبه على الانسان حاجات اول مره يشوفها الانسان واستمرت الخوف لاسبوع السينما دخلت إلى واحة الخرجة مع ثورة يوليو في عام 1952 حيث كانت الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقوم بإرسال قوافل توعوية لتعريف أهالي الواحات بثورة يوليو ومكتسباتها من خلال خطة الضباط الأحرار لتنمية حركة التعمير في ربوع مصرنا الحبيبة ووضع المواطن الواحاتي على المحك لتعريفه بما يتم على الصعيد القومي إبراهيم خليل ابن الواحات والمهتم بتاريخ الواحات القوافل اللي كانت بتيجي هنا عن طريق الأشغال العسكرية في وقتها احنا بنتكلم ما قبل ثورة 52 كانت بتقيم فين هنا في الواحات والناس دي لما حب يمشوا انت حكيت الحكاية قلت لي ان الناس دول لما حب يمشوا مشوا وتاهوا في الصحراء فرجعوا تاني وان في واحد دليل اسمه احمد راشد هو اللي اخدهم ورجعهم ووصلهم لاسنا احكي لي الحكايه القافله نفسها اللي كانت جت عشان تعرض السينما من مجموعه سيارات ضخمه ومولد كهرباء وقوات حمله من الجيش مش اشغال عسكريه الاشغال العسكريه دي وحدة فيها سباك ونجار ومبنى وبتاع دي تابعة للمحافظ في المحافظة كان في كل وحدة عسكرية حتى على مستوى الجمهورية تلاقي عسكرية تابعة للجيش أو تابعة للوحدة الوحدة العسكرية طلعوا بقى كان المفروض خط سيرهم من خارجة إلى إسنا اتجهوا إلى إسنا عن طريق باريس تاهوا في الطريق رجعوا تاني أخذوا أسبوع ورجعوا تاني يوم أخذوا دليل من هنا كان من سلاح الحدود بتوع سلاح الحدود دول طبعا السائق سلاح الحدود بالذات عارفين الطرق وكانوا بيمشوا وبيحددوا الطرق واحمد راشد ده من الناس اللي حددت طريق الخارجة اسيوط والخارجة الداخلة والخارجة باريس بعلامات حجارة في الطريق عشان ما الناس ما تضلش الطريق وتتوه في هذا هو كان له الفضل في هذا وكان هو شويش في سلاح الحدود الأستاذ إبراهيم خليل المهتم بتاريخ السينما في واحات الوادي الجديد
محمد كمال وكيل المحافظ، وهو أول من أدخل حكاية السينما إلى الوادي الجديد والواحات. فكلمنا عن شخصية الراجل ده وإيه اللي عمله في الواحات عشان ندخل السينما بالظبط. هو كان شخصية غريبة، هاوي غاوي ثقافة، وكان له علاقات كبيرة بآل الليسي في القاهرة، يعني منتجين السينما، وفي نفس الوقت هواية عنده ان هو يشغل السينما حتى ايام كان في وحدات العسكرية اللي موجودة في اماكن اخرى يعني. فاول ما جه فكر ان هو لازم يعمل حاجة، عاوز يشغل السينما. يشغل السينما ازاي؟ ما فيش طبعا في الفترة دي ما كانش مؤسسة السينما ولا 35 ملي، كان كله 16 ملي. بحث عن وسيلة ان هو ازاي يوفر هذه الآلة ويجيبها في الواحات. دور لمجلس القرار وفيه ممالغ راكدة أو مكومة هناك كتير كثيرة. فجاء دخل على المجلس القرار واخذ الفلوس واشترى مكانتين عشان يعرض بيهم، وبدأ يعرض الأفلام في مدرسة الخارجة بنين من ورا في الحوش الصغير كده يعرضه، وكانت بدخول بيرش ويرشين. واستمر طبعا في البتاعة دي في تشغيلها، وكان متحمس ليها وعاوز يعمل أي حاجة بس إن العملية تستمر. فدور على مكان، كان في بيت كان مأجره أو أخده واحد اسمه شاكر، كان هو صراف، كان تبع إجباية الضرائب بتاعت الضرائب اللي بتاع العقارية العقارية الضرورة العقارية، وكان هو اللي بيجمع الأموال. ونقل إلى بيت آخر، وكان البيت بالطول طويل مساحة كبيرة ينفع قاعة سينما يعني بالعرض كده بالطول فيها ينفع. وراح أخذ واستولى عليه وعمل كمين السينما، وأخذ اثنين من الموظفين مجلس المدينة والمحافظة، واحد سائق في المحافظة اسمه محمود صيد، ومن المرحوم برضه سيد يربان كان في مجلس المدينة اللي هو كان بيولع كلوبات في الشوارع وسفرهم مصر وأشرف على تدريبهم في القاهرة، يعني اتعلموا ازاي يشغلوا مكانتين اللي اشتراهم على اساس يبقى ايه عرض مستمر وحاجة ثابتة ويومية في هذا المكان. فكان ميدان الشعلة هو الموقع الرسمي لإذاعة الأفلام إيد الناطقة، حيث يجتمع الأهالي في منزل الصراف شاكر ليشاهدوا الأفلام. الأستاذ إبراهيم خليل ابن الواحات والمهتم بالسينما والذي يسر لنا حكاية السينما في الواحات، عمي محمود صيد وعمي سيد جربان الله يرحم الجميع بقى طبعا، راح اتدربوا ورجعوا بعد ما اتدربوا علشان يشغلوا السينما 16 ملي في بيت عم شاكر رحمة الله عليه. سينما شاكر زي ما انت بتقول، ايه حكاية سينما شاكر دي بقى؟ حكاية ان هو لما استولى عليها وكيل المحافظ استولى على المكان، هو مش استولى السلاء، هو دفع تم اشتراها للمجلس القروي برضه، اشتراها للمجلس نفسه ومن الحلبين، لان كان تفويل الحلاب تاجر كبير وكان اخذ المكان ده بتاعه وجنب منه التجارة بتاعته على طول الدكاكين بتاعته. واستمر الحال، عمل كابينة عرض، كابينه يعني اوضه بيطلع منها المكانتين جوه وهم يشتغلوا الاثنين، بحيث ان هم الاثنين يشتغلوا بحيث ما ينقطعش الفيلم وعرض ويعيد وكلام زي كده، وتعلموا على ازاي يشغلوا هم الاثنين عرض مستمر. واشتغلت وبتذاكر، التذاكر اللي كانت بتطبع مش تذاكر عباره عن ورق الحرير اللي كان زمان اللي هو بيطبع بالحبر الاسود، وكانت بتتقطع قطع عبارة بالطول كده هو بعرض الورقة
الورقة، وبتبقى في عرض يعني في حوالي 2-3 سنتي، وبطول حجم الورقة كويس. التذكرة. التذكرة، وكانوا بيقطعوها برضه شباك تذاكر. كم التذكرة؟ كانت بقرشين وثلاثة ساغ وخمسة ساغ. خمسة ساغ دي البلكون اللي هو جنب كابينة العرض فوق مستوى أعلى. مصاطب طينية. طين. طيب. مصاطب. مصاطب بعرض 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 السينما. التانية متلاتة ساغ دي كانت بكراسي جابها مجلس القرار. واشتغلت السينما واستمرت بهذا الشكل، واستمرت فترة كبيرة يعني. الأستاذ إبراهيم خليل من الشخصيات اللي أنا قريت عليها في تاريخ السينما في الواحات محمد كمال. فاحكي لي عن هذا الرجل وهذه الشخصية الجميلة اللي أثرت تأثير كبير جدا في توعية ونشر ثقافة جديدة على أهل الواحات. ما كانش في حاجة حد يعرف كلمة ثقافة في الواحات، ولا في كلام اللي زي مراكز ثقافة، ولا كان في حاجات أنشأتها الثورة اسمها الجامعة الشعبية. الجامعة الشعبية دي كانت في المحافظات، كل محافظة فيها جامعة شعبية عبارة عن قصر من القصور المستولى عليها، وكانت بتمارس فيه كل أنشطة الثقافة ما عدا السينما. ما عدا السينما. جه هو كان متابع لهذه الحركة، متابع للحركة الثقافية دي عن طريق إن هو عاوز تستمر السينما لأنها وسيلة سهلة لتوصيل المعلومة أو توصيل الثقافة للبشر. ولغاية ما ترك هذا، طبعا انت عارف الجيش تنقلاته معروفة، كل واحد مش مسلم فترة، وبدأت الدولة في انشاء مؤسسة السينما في فترة كان انور عبد الحليم البارودي محافظا للوادي الجديد بعد 61. في نوفمبر 61 صدر قرار انشاء محافظة الوادي الجديد، قرار 7555، وعينوا لها محافظ اللي هو اللواء انور عبد الحليم البارودي. وكان تعيينه اختيار لانه هو كان مدير لسلاح الحدود في الفتره دي، وكان بيجوب الصحراء من مطروح للواحات لكل الغردقه لكل اللي تبعه، فعارف الاماكن، فعينوه محافظا للوادي الجديد. جه استلم شغله في 11 واحد سنة 1961. وفي عام 1959 وبعد تعيين اللواء أنور البارودي محافظا للوادي الجديد، وتوالى على المحافظة العديد من الشخصيات التي وجهت الاهتمام لإنشاء السينما في الواحات وفي مكانها الحالي بشارع جمال عبد الناصر، ومنهم المهندس إبراهيم شكري محافظ الوادي الجديد الأسبق ووزير الزراعة الأسبق. جميعهم ساهموا بجهودهم في إنشاء دار للسينما في واحة الخرجة في مكانها الحالي. أستاذ إبراهيم خليل المهتم بتاريخ السينما ومؤسس للثقافات في الوادي الجديد، إذا اتكلمنا عن بداية السينما الحقيقية، وزي ما أنت قلت حضرتك كده في بداية تأسيس الدولة المصرية الحديثة ودخول المحليات في سنة 61،
كلمنا على البدايات، ازاي بدأت هذه السينما ومين كان صاحب الفضل في انشاء هذه السينما في هذا المكان؟ لما عينوا اتعين المحافظ انور عبد الحليم البارودي وجه والسلام شغله وبدأ، وكان في نفس التوقيت هو طبعا طلباته كثيرة لأنه هو جاي في مجتمع فيه محروم مع حاجات كثيرة، فبدأ هو بيفكر للمشروعات اللي محتاجها المجتمع زي المستشفى، بنى مستشفى وبنى السينما والمبنى المحافظة وجامع ناصر، أربع حاجات الحاجات اللي هي فكر فيها بسرعة عشان وبدأ يركز فيها. من ناحية السينما جه عشان هو لحركته كان راجل قوات مسلحة، معروف رجال القوات المسلحة حركتهم سريعة ومقننة ومحسوبة. اتصل بوزير الثقافة في الأيام ديت وطلب منه عاوزين نعمل سينما في الوادي الجديد في الخارج، وراح جاب له في مصر طبعا، واتفقوا على ان هيبعت له ناس من مؤسسة السينما تقعد معاه وتحدد المكان وتختار مكان اللي تنفع فيه السينما او تصلح لبناء سينما وهيتتبني ازاي ومحتوياتها ايه والكلام ده، دي مؤسسة السينما كمباني. وجت اللجنة فعلا وقعدت مع المحافظ ومع مدير الإسكان في هذا الوقت وكان اسمه مهندس داود الله يرحمه، وحددوا المكان اللي هو الحالي اللي هو فيه السينما الحالية لغاية النهاردة كويس. وكانت عبارة عن ايه، حوائط من الجانبين في ارتفاع 4 متر ومسرح من الخلف، خلفه 4 حجرات كان برضو معمول حساب ان يبقى سينما سينما ومسرح، 4 حجرات ودورتين مية داخل حمامين ورا الشاشة ورا المسرح. المسرح عمقه كان 4 متر بس مش كبير يعني، ووراه المحتويات ديت او الاحتياجات اللي بيحتاجها المسرح يعني، والشاشة كانت الحيطة بتاعت المسرح، خلفية المسرح هي دي الشاشة محددة برضو بالعلامة السوداء بتاعت الشاشة. وجت الناس المختصين بمؤسسة السينما لمعاينة المبنى، وكانوا هم حددوا له المبنى ورا هيبقى ايه وقدام هيبقى ايه، واللوج يسموه اللوج اللي هو الدور الثاني، وكابينة العرض وكابينة اصلاح الافلام او الصيانة جنب بعض فوق. جم تاني علشان يحددوا مين خلاص امكانيات المحافظة، ما فيش في الوقت ده كان فيه صندوق خدمات ضخم مثلا ولا فيش اموال وما فيش تبرعات ولا كان ده، فاسندوا الموضوع ده. وزير الثقافة اللي هو سارة توكاشة في الفترة دي كلف مؤسسة السينما بتجهيز السينما وتشغيلها، وفعلا اشتغل جو ركبوا كراسي على حساب مؤسسة السينما وكانت موجودة إلى عهد قريب هذه الكراسي كويس، وكابينة العرض بآلتين عرض بولندي كتلة شرقية كانوا مكان ضخم، مكان ضخم وبتاع 35 ملي بقى. وبدأ تشغيله هذه السينما تابعة لمؤسسة السينما في البداية تحت إشراف شخصية المحافظ أو شخصيا للمحافظ. حيث شهدت السينما في واحة الخرجة انتكاسة بعد غلقها في عام 2003 إلى عام 2022، ولكن نجحت جهود أبناء المحافظة ووزارة الثقافة في إعادة تشغيل السينما في عام 2022 بعد إعادة تطويرها وفتحها للجمهور مرة أخرى لتكون السينما في واحة الخرجة نافذة ثقافية لأبناء الواحات.
الأستاذ إبراهيم خليل المهتم بالتراث والثقافة وتاريخ السينما في الوادي الجديد، الوضع دلوقتي إيه؟ خاصة إن السينما دي شهدت طفرة عالية جدا وفترة توقفت من 2003 لحد 2022 حوالي يمكن 20 سنة وهي مقفولة، لكن السينما رجعت تاني واشتغلت وتم تطويرها وبأدوات جديدة ومكان جديد وحكاية جديدة زي ما اختلفت. نتكلم عن رؤيتك دلوقتي في السينما الحالية وتشغيلها، وكيف نضمن يعني تشغيلها بشكل سليم وشكل كويس؟ هي أولا البعد عن البيروقراطية والحكومة، هي تابعة لوزارة الثقافة، لكن اللي بيشغلها فيه في الثقافة الجماهيرية حاجة اسمها جمعية رواد قصر وبيوت الثقافة. كل قصر ثقافة له جمعية أهلية كويس، ما فيهاش الروتين الحكومي، لها مجلس إدارة، ومجلس إدارة هو اللي بيدير هذه السينما أو الأنشطة عموما، وهي بتغطي الأنشطة من إيراداتها عن طريق هذه الجمعية. استمرت تشغيل السينما عن طريق هذه الجمعية كويس لغاية 2003، كانت تابعة للثقافة الجماهيرية عن طريق جمعية رواد قصر وبيت الثقافة. توقفت ليه؟ توقفت لأن كانت كل إمكانيات الشركات السينما تعترض على إيرادات محافظة الوادي الجديد، قليلة، ما فيش سينما، ودخل التلفزيون وبدأت المشاكل وتوقفت عند هذا الحد. محدش ينكر ان في زيادة في عدد السكان، لكن احنا بنقول برضو التشغيل زي ما هو تابع لوزارة الثقافة عن طريق جمعية الرواد برضو كويس. وبعدين هو سهلت المسألة، سهلت اكتر، بقيت ارخص في تأجير الافلام. دلوقتي انت بتشتغل الفيلم بفلاش، مش بكرة ومكان وكابينة وماكينتين عرض وشغل، أنا ما فيش الكلام ده، في بعبارة عن فلاشة في جهاز بيطلع الفيلم على الشاشة. المشاهد، كنا معكم في حكاية من حكايات الواحات سردها لنا المهتم بالتراث والثقافة السيد إبراهيم خليل وكيل وزارة الثقافة الأسبق، فله منا التحية وله منا السلام. مشاهدينا، كنا معكم في حكاية من حكايات الواحات قدمناها لكم من محافظة الوادي الجديد، وإلى أن نلتقي معكم في حكاية جديدة لكم تحت للزميل حاتم الشريف.